اختم معاك بماتش القط، شايف المباراه ازاي وشايف شكل الاهلي فيها ازاي؟ هل تتوقع ان مستر كولر مثلا ممكن يفكر انه يغير من شكل الفريق اللي لعب قدام سان داونز، ولا تعتقد انه هيظهر بنفس الشكل بنفس الطريقه بنفس الاسماء؟ طيب مباراه القطن، القطن او القطن الكاميروني يعني هو حصلت المجموعه اربع مباريات ما عندوش ولا نقطه، اكتر فريق استقبل اهداف، اقل فريق احرز اهداف، يعني استقبل 10 اهداف تقريبا في الاربع مباريات على ملعبه وخارج ملعبه، خسر من كل الفرق اللي واجهها، وبالتالي نظريا على ارض الواقع فريق ضعيف جدا. النادي الاهلي طبعا في فرق كبير جدا في الخبرات والامكانيات كبيره جدا للاعبتنا، اعتقد وبنسبه كبيره واتمنى ده انه فرقتنا تلعب يعني ناس كثيره جدا لازم تبقى متواجده من التشكيل الاساسي لدعمهم نفسيا ان كانوا قادرين. خلينا نتكلم في النقطه دي مهمه، لانك لو قادر بدنيا في فتره الى حد أربع ما ايام تقريبا خمس أيام. اعتقد ان ممكن يبقى ريكفري كويس او بشكل جيد، يبقى في ريكفري كويس. وحتى النهارده مستر كولر قرر انه يسافر، يعني ياجل سفره للكاميرون يوم بدل ما يسافر 14 يسافر 15 بحيث انه يبقى في فتره ريكفري. يمكن كمان الملاعب والاجهزه والحاجات دي في جنوب افريقيا ممكن تبقى افضل شويه من الكاميرون. فاعتقد ان الفتره دي هتبقى شويه مساحه جيده للاعبتنا عشان تقدر تخرج من الاجهاد البدني اللي عندهم. فاعتقد ان المباراه مهمه، ولكن مهم كمان انك تدعم لاعبتنا نفسيا، يعني اعتقد ده تفكير مستر كولر والجهاز الفني انه نسبه كبيره جدا من اللاعبين اللي خاضوا مباراه سان داونز هيبقوا متواجدين كاساسيين في مباراه القطن الكاميروني، وان شاء الله المباراه هتبقى ان شاء الله ما فيش مباريات سهله، ولكن اعتقد ان نتيجه خبرات لاعبتنا والروح الكبيره جدا اللي موجوده عندهم دلوقتي بعد الهزيمه الكبيره من سان داونز، اعتقد ان شاء الله هتبقى مباراه سهله للاعبتنا ان شاء الله.